إيمان، ما تيجي أرغي معاكي شوية؟ والله مش هرغي كتير، عايزة أحكي لك على حاجة. شاطر شاطر إيمان شاطر. خلاص، كنت عايزة أحكي لك عن أمجد. إيه؟ أوب أوب أوب، أمجد ده اسم المذكر ده ولا إيه؟ جبتك يا جزمة. آه طبعًا أكيد. لخصي بقى وقولي لي مين أمجد؟ واحد زميلي في المكتب. مش مصدقه يا دنيا، قلبك بقى بيعمل دودوم 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 وفراشات وقلوب وحاجات كده. اوفر قوي النبي، بطلي اوفر الله يخليكي. طب خلاص هسكت، بس احكي لي. تخيلي بقى بروح الشغل بس عشان عايزه اشوفه، يعني بتلكك عشان افتح معاه اي موضوع واقعد ارغي معاه. لما بقى عنده شغل بره المكتب او محكمه ببقى قاعده متضايقه ودمي تقيل ومكتومه كده. ايه يا دنيا، بصي، بعيدا عن الخوف والهبل والحاجات اللي انت عماله تقوليها دي، انا مبسوطه قوي ان انت سبتي نفسك اخيرا يا دنيا. ايوه، حسي وتبسي وحبي، اتبسطي يا دنيا وسيبي نفسك تحبي. سيبي نفسي. انا صحيح يا دنيا، هو انت ليه كنتي بترفضي كل العرسان اللي بيقدموا لك لماما وفاء، مع ان كمان كانت كل اعذارك مش منطقيه خالص؟ انت عارفه ان من اهم احلامي طبعا بعد دراستي وشغلي نعمل عيلة وبتدافي وخلف. خلف لي كده بنت ولا ولد وحضنهم قوي جوا قلبي واديلهم كل حنان الدنيا، بس بخاف، بخاف قوي. طيب بدل ما ده كان حلمك، طب ليه كنتي بترفضي العرسان؟ خايفة من الحقش عايش لهم ده كمان، مجرد الفكرة بتكسر قلبي. مش عايزة. لا ايه دنيا، لا ما تفكريش كده، ربنا عمره ما بينسى حد. Watch it.